مبروك يا مفيد. الله يبارك فيك يا حبيبي. مراتك على فكرة شكلها بنت حلال. هي فعلا بنت حلال وكمان بحبها. أنا بس عايز أسألك سؤال، فكرت هتعمل إيه مع أولادك؟ مريم ولؤي شكلهم زعلوا، وهي هتقعدها فين؟ ما هو أكيد مش هتقعدها في نفس البيت معاهم، هما شكلهم لسه مش متقبلين الموضوع. أنا هقعدها في شقة سيدنا. شقة سيدنا؟ شكلك تحبها بجد؟ بحبها قوي كمان. أنا لما عرفتها عرفت معنى الحب، وحسيت إن اللي فات ده كله كنت بحاول أحب، أو كنت عايش في وهم الحب. طب وسمية؟ أنا ما أقدرش أقول إن سمية غلطانة أو إنها وحشة، يمكن هي اتربت كده في بيتها. أكيد حاولت إنها تتعايش معايا وتعيش في السيدة، بس ما عرفتش، طبعها غلبها. وأنا ما أقدرش ألوم حد على طبعه أو على وجهة نظره. بس أنا لو كنت مكانك بصراحة كنت اتوجعت، كنت حسيت إني اتظلمت. لا ظلم ولا حاجة، كل واحد مننا خد من التاني كتير. أنا فعلا كنت بحبها، وكفاية إنها ادتني أحلى حاجة في حياتي. لؤي وريم أغلى حاجة في الدنيا. ربنا يخليهم لك. أنت عارف أنا طول عمري بستغرب طريقة تفكيرك، بس طالما مريحك يبقى أنا مبسوط لك. على فكرة يا عبد، أنا مش بقول كده عشان أريح نفسي، أنا بقول كده عشان هي دي الحقيقة. يعني قصدك تقول إني لو الواحد مش عارف يعني قابل واحدة مثلاً قلبه اتفتح لها واستريح لها يعني المفروض ما يترددش؟ طبعا لو لقيت الحب اللي انت بتتمناه اوعى ترجع خطوة لورا.